فواكه خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع واستمني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم كله فيتامينات. اسمع واستمني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع واستمني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا. السلام عليكم يا أصدقائي، اسمي حلا. أنا أحب الطعام الصحي والمفيد المليء بالفيتامينات والمعادن. الفيتامينات مواد طبيعية تساعدنا على بناء أجسام سليمة وقوية، ويرمز لكل فيتامين بحرف من حروف الأبجدية. تعالوا معي سأخبركم اليوم عن فيتامين مهم، وهو فيتامين B9، ويرمز له باللاتينية B9، وهو يساعد على النمو وتجديد خلايا الدم الحمراء. في المتجر الكبير يوجد فيتامين B9 في الفاصوليا، اللحم، السبانخ، لذيذة، الحليب، الجرجير، البرتقال، والبطيخ الأصفر. هل تعرفون؟ سأتناول اليوم طعاما غنيا بفيتامين B9. انظروا، فيتامين B9 يساعد على النمو. فيتامين B9 مهم في تجديد خلايا الدم. مع الفيتامينات والمعادن ننمو بصحة جيدة وتصبح أجسامنا قوية. اسمعوا نصيحتي، إلى اللقاء. خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات. اسمع واستمني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. صحتي في الطعام أنمو بانتظام، غذائي السليم مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. اسمع واستمني نصيحة، نصيحة مفيدة عن الطعام، أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام. نصيحتي نصيحة حلا.